الفيلم ده. انا اتشرفت ان انا اشتغلت مع الجميل هاني رمزي ولتاني مره مع جوزي ايهاب. انا متوتره اول مره اشوف الفيلم على شاشه كبيره، فيا رب يا رب بس ينال الاعجاب. انا بحبك انت عينيا. وانا قلت حاجه؟ قلت خليك ليا. طب اتفضل. إست بيوجعني فيلم بيناقش موضوع انساني جدا واني جدا، اللي هو ان احنا كلنا عايشين اقساط اقساط اقساط، فهو فعلا الاست ده بيوجع. دوري في الفيلم ست اتجوزت وما كانتش عارفه ان جوزها متجوزها كله بالاست، وفجاه بيموت وبيجي محصل الاقساط هاني رمزي عشان يحصل منها الاقساط، طبعا معهاش فلوس، وبتحصل بينهم قصه لطيفه. بس هو ده. تعرف لو مت هموت وراك وهحصل منك الاقساط برضو، انت فاهم؟ انا بناقش منظومه الاقساط اللي هي كل الناس انغمست فيها، الصغير والكبير وعلى كل المستويات. الفيلم بيتعرض لشرائح كتير قوي في المجتمع، من بدايه من الناس الغير قادره ومن الناس القادره، كله بيقسط. هنشوف احداث كتير موجوده في الفيلم. هو حاله بعتبرها طبعا هو فيلم كوميدي بس جواه حاله انسانيه، يعني اتمنى انه يعجب كل الناس. نظره في ابتسامه، شبكه في قسط، جوازه في قسط، حقيقه في قسط، قسط في قسط، في سجن. الشخصيه تعبتني جدا لانها شخصيه جديده، اول مره تطلع على شاشه السينما ان حد يعمل شخصيه محصل الاقساط ديت، والموضوع نفسه كمان لاول مره انه يطلع على شاشه السينما يعني. فانا شايف ان هو فيلم جديد بكل مقاييس، يعني سواء بالنسبة للجمهور أو بالنسبة لي أنا كمان، شخصية جديدة ما لعبتهاش قبل كده. أتمنى يا رب أنها تعجب الناس كلها.